أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التسبيح بالسبحة سنة أم لا؟ جزاك الله خيرا. تسبيح بالسبحة مباح وليس سنة، مباح إنك تعد بها التسبيح تهليل والتكبير، تتخذها لعد تسبيحات، وكونك تعد تسبيح بأصابعك أفضل، كونك تعد بأصابعك أفضل، لأن الأصابع مستنطقات يوم القيامة ومسؤولات، فاستعمل الأصابع أفضل. وإذا استعملت الحصى أو استعملت المسبحة للعد وضبط العدد فلا بأس، هذا مباح وليس سنة. السنة التسبيح بالأصابع، هذا هو السنة، وما عدا الأصابع فإنه مباح إباحة فقط.